السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيشة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير واخدين الاجازة وجه دلوقتي وقت المدرسة. اكيد المدرسة وحشتكم زي ما انتوا وحشتونا. يلا يا كيشة، النهاردة نبدأ بحرف جديد، بس الاول تعالوا نسمع اغنية حلوة اوي جديدة لحروف اللغة العربية. صاد ضاد ضاء باء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء غنوا من الألف إلى الياء. ألف مثل أسد، باء مثل بطة، تاء مثل تمساح، ثاء مثل ثعلب، جيم مثل جزر، حاء مثل حوت، خاء مثل خيمة، دال مثل ديك، دال مثل ذرة، راء مثل رمان، زاي مثل زهرة، سين مثل سمكة، شين مثل شجرة، صاد مثل صندوق، ضاد مثل ضفدع، ضاء مثل طائرة. دلوقتي يا كيجي، بعد ما سمعنا أغنية حروف اللغة العربية وافتكرناها مع بعض، تعالوا بقى نتعرف على الحرف الجديد بتاعنا. يلا بينا نشوف احنا هناخد حرف ايه. تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. علي، القصة اسمها عصفورة علي. في يوم من الأيام استيقظ علي من نومه مبكرا وذهب إلى المدرسة، وهو في طريقه وجد شجرة عالية عليها عصفورة تبكي. حاول علي أن يتسلق الشجرة ويمسك بها ليسألها لماذا تبكي؟ قالته العصفورة لقد ضاع وشي فلم أجد مكان على الشجرة أنام فيه. فقال لها علي لا تحزني يا عصفورة، لدي قفص سوف أضعك فيه ويكون هو عشك. فرحت العصفورة بالقفص وشكرت علي ثم تركها وذهب إلى المدرسة. وعندما عاد وجد العصفورة لا تريد أن تأكل وتشرب، وفي اليوم التالي وجد علي العصفورة هزيلة ومريضة فأخذها إلى عيادة الدكتورة البيطرية. فقالت له الطبيبة أنها ليست مريضة، أنها حزينة لأنها فقدت أهم شيء في حياتها. فأجاب علي ما هو؟ إني أعطيتها عش بدل عشها الذي ضاع منها. قالت الطبيبة أن الذي ضاع منها يا علي أكبر من العش، إنها حريتها. أدرك علي ما قالته الطبيبة فطرق لها باب القفص مفتوح ورجعت إلى حريتها.
زوجتها وأصدقائها وعائلتها. وفي اليوم التالي ذهب علي إلى مدرسته، وهو في الطريق وجد العصفورة على نفس الشجرة تغني وتغرد في سعادة. فرح علي وعرف قيمة الحرية. كلمات زي ما شفنا يا صحابي، القصة بتاعتنا قصة عصفورة علي. كان علي بيحاول يساعد العصفورة ويلاقي ليها عش بديل من اللي ضاع منها، لكن لما خدها وحطها في القفص العصفورة زعلت وما كانتش بتاكل ولا بتشرب علشان هي محبوسة. بعد كده خدها وروح وداها للدكتورة البيطرية. الدكتور البيطرية دي هي اللي بتكشف على الطيور والحيوانات، غير الدكتور البشري اللي هو بيكشف علينا. قالت له ان العصفورة مش علشان العش زعلانة، هي علشان فقدت حريتها، يعني هي حست ان هي محبوسة جوه القفص. وتاني يوم لما راح وهو رايح المدرسة، لما راح للشجرة عند العصفورة لقاها فرحانة وعمالة تطير وبتغرد وتغني وسط صحابها واصدقائها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف كلمات بتبدأ بحرف العين. عصفورة، عش، عنب، عسل، عصير، عجوز. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف كلمات بحرف العين. عندنا كلمة علم، علم، عين، عين، عصا، عصا، علبة، علبة، عائلة، عائلة. تعالوا نشوف بقى احنا هناخد ايه من الكلمات دي. احنا يا كيجي هناخد كلمات علم وعنب وعش وشعر. بس الاول تعالوا نشوف حرف العين بيتكتب ازاي. حرف العين بيتكتب ازاي؟ بيتكتب كده، قوس صغير وانزل اعمل قوس كبير، ده بيكون شكله. تاني يلا نشوف بيتكتب ازاي. تاني قوس صغير وقوس كبير، ده بيكون شكله. طبعا حرف العين مش من الحروف الأنانية، يعني ليه كام شكل؟ أربعة. طيب تعالوا نفتكر كده الحروف الأنانية ايه هي. ألف همز، واو، دال، ذال، راء، زي. أحسنتم. طيب تعالوا نشوف شكل حرف العين. في أول الكلمة زي كلمة إيه؟ علم. وزي إيه تاني؟ زي عصفور. وزي إيه كمان؟ عسل. طيب وبيكون شكله كده، قوس صغير انزل اعمل قوس
كبير، لأ أمد إيدي على السطر. طيب شكله بيكون إزاي في وسط الكلمة؟ بيكون كده، مادد إيده على السطر وأعمل مثلث مقلوب وأكمل وأمشي بإيده التانية، بيكون ماسك في الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده، زي كلمة إيه؟ كلمة معلم. حرف العين أهو، زي إيه تاني؟ زي كلمة معبد. برضو حرف العين ماسك الحرفين اللي قبله واللي بعده. طب تعالوا بقى نشوف شكل حرف العين وهو واقف لوحده. شكل حرف العين وهو ماسك في الحرف اللي قبله بس، بيكون مادد ايد على السطر واعمل مثلث مقلوب وانزل بقوس كبير، زي ايه؟ زي كلمة شمع. تعالوا نشوف شين شمع، ده بيكون شكل حرف العين وهو واقف ماسك اللي قبله، وشكل حرف العين وهو واقف لوحده خالص مش ماسك في أي حد، بيكون زي شكله الأساسي بالظبط، عين قوس صغير وقوس كبير كده، زي كلمة ايه؟ كلمة شراع، قوس صغير قوس كبير، ده بيكون شكل حرف العين. تاني مع بعض نشوف شكل حرف العين وهو واقف لوحده، قوس صغير قوس كبير، زي كلمة شراع. قوس صغير قوس كبير، وهو في أول الكلمة قوس صغير مادد إيده على السطر، زي إيه؟ زي كلمة علم، قوس صغير مادد إيده على السطر، وعسل عين عسل. في وسط الكلمة مادد إيده على السطر أعمل مثلث مقلوب وأمشي أمسك الحرف اللي بعده، زي إيه؟ زي معلم. آدي حرف العين في أول الكلمة، وفي وسط الكلمة وده شكله الأساسي في كلمة شراء. كده فاضل آخر شكل وهو ماسك اللي قبله، زي كلمة ايه؟ شمع، مثلث مقلوب وانزل بقوس. ودول الأربع أشكال بتوع حرف العين.
دلوقتي يا كيجي تعالوا نشوف مع بعض حركة الفتحة لما راح حرف العين فصل الصيف. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فصل الصيف بيكون فيه الشمس قوية جدا، حرف العين كان ماشي عمال يتمخطر وفي الاخر قعد واستقر في مكان، لقى الشمس نازلة عليه والجو حر جدا ومش عارف يعمل ايه. شاف الفتحة معدية قال لها ممكن تقفي فوق راسي علشان تحميني من الشمس؟ قالت له انا موافقة بس بشرط لازم تغير صوتك. قال لها ازاي يعني اغير صوتي؟ قالت له صوتك هيبقى عاي عاي. يلا نقول مع بعض، عاي عاي علم عاي علم. تعالوا نشوف ازاي نكتب كلمة علم. حروف كلمة علم ايه؟ عين، قوس صغير، قوس كبير، لام، ميم، عين، لام، ميم. طيب ينفع نسيب الحروف كده؟ لا ما ينفعش. هنعمل ايه؟ هنصالحهم على بعض ونمسكهم في ايد بعض. تعالوا مع بعض نشوف هيبقوا ازاي. العين هتكون قوس صغير مادد ايده على السطر، واللام مادة ايديها برضو، والميم يبقى عين لام ميم علم، عين لام ميم علم. يلا معايا، عين لام ميم علم. تعالوا مع بعض نحلل كلمة علم. لما بنحلل الكلمة بنرجع الحروف لإيه؟ لأصلها. تعالوا نعمل صندوق التحليل. يلا العين هكتبها ازاي؟ شاطرين، بشكلها الأصلي، قوس صغير قوس كبير، لام ميم، عين لام ميم علم، عين لام ميم علم، ع علم. دلوقتي نشوف حركة الكسر. حرف العين لما راح فصل الشتاء اللي حصل؟ الجو كان بيمطر وكان في طينة في الشارع، راح حرف العين واقع ورجليه اتكسرت والفتحة اللي كانت فوق نزلت تحت وبقى صوته عي 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 عنب. تعالوا نشوف حروف كلمة عنب. عين، نون، باء، عين، نون، باء، عنب، عين، نون، باء، عنب. تعالوا نصالح الحروف على بعض. نكتب العين في أول الكلمة، قوس صغير مادد ايده على السطر، والنون سنة وامشي وحط نقطة، والباء سنة وامشي واطلع بسنة كمان منساش النقطة، وحط ايه؟ احط كسرة. شاطرين. بعد كده هناخد حركة ايه؟ حركة الضمة. بس الأول تعالوا نقرأ كلمة عنب. عين، نون، باء، عنب، عين، نون، باء، عنب، عين، نون، باء، عنب، عي عي عنب.
يلا نشوف الحركة التالتة. العصفورة يا كيجي كانت زعلانة علشان مش لاقية ايه؟ العش. شاطرين، كانتش لاقية العش بتاعها. طيب حرف العين لما راح يا كيجي على فصل الخريف ايه اللي حصل؟ كان صوت الهواء شديد جدا جدا زي الأيام دي، وكان عمال يعمل هو، وفي الآخر راح حرف العين صوته اتغير تاني وبقى صوته ايه؟ عو عو، بقى عو زي كلمة عش. عين قوس صغير قوس كبير. شين عش. عين شين عش. تعالوا نشوف نشبك كلمة عش ازاي. هتبقى عين قوس صغير مالت ايده على السطر وحط ايه؟ عو عش ضم. احسنتم. وبعدين نعمل حرف الشين ماسك في العين، عو عش عو عش. عين شين عش. عين شين عش. دلوقتي جه معاد الحركة الأخيرة، حركة السكون، الحركة النايمة بتاعتنا. تعالوا نشوف ازاي هيكون صوت حرف العين بالسكون. لما راح حرف العين فصل الربيع كان الجو ساكن وهادي والشمس صغنونة ومدورة وما كانتش مطلعة حرارة جامدة، فقال المكان ده الجو فيه معتدل وفيه زهور متفتحة كتير، أنا هقعد واستقر هنا. وراح قاعد وراح قايل شع شع. تعالوا نشوف زي كلمة ايه؟ زي كلمة شعر. شعر شين عين راء. حركة السكون لما راح فصل العين، حركة السكون لما راح حرف العين علشان يعمل، حرف العين لما راح فصل الربيع بقى صوته شع شع. ليه؟ لأن الجو كان ساكن، وقلنا إن حركة السكون دايما بتخلي صوت الحرف ساكن. الجو كان ساكن والشمس كانت صغيرة والورد منور شكله جميل جدا خالص، راح قال أنا هستقر في الفصل ده. تعالوا نشوف حروف كلمة شعر. شين عين راء. شين عين راء. طيب نصالح الحروف على بعض، تبقى شين مد ايديها على السطر، ش ش ش ش شعر. قلنا ان حركة السكون عشان تيجي لازم قبلها حركة تصحيها، الحركة بتاعتنا هي حركة الفتحة. شعر مثلث مقلوب وعليه حركة السكون والراء بتتزحلق. ش شعر شعر. شين عين راء شعر. شين عين راء شعر.
تعالوا نشوف الكلمات اللي اخدناها سوا النهاردة. اخدنا كلمة علم، واخدنا كلمة عينا، واخدنا كلمة عش، واخدنا كلمة ايه؟ كلمة شعر. يلا، عي عي عالم، عي عي عنب، عو عو عش، شا شا شعر. عالم، عنب، عش، شعر. وبكده يا كيجي نكون خلصنا حرف العين.